معانا النهاردة من معرض يما شوب فتح كونتاك تقدر تشغله شاشة بتوضح السرعة والبطارية كمان فيها بلوتوث إضاءات مميزة وكمان الإضاءة دي نقدر نفصلها عن طريق زرار نقدر نشغلها ده مكان قدم الطفل اللي يقدر يحط بيه نقدر نحطه نرفعه أو نشيله نقدر نوسع الجزء ده عشان يقدر على طول الطفل يبقى مناسب لطول الطفل كرسي مريح وضخم مميز جدا معرض ريما شوب بيقدم لك كل جديد في عالم الألعاب.